أحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من خاص أمة أن يحضر عند وقفه أمة تأنيسا لجنا من المسعود ومشاركة لنا في هذا السماء الممدود فحضر في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فدرت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق أصبح الكمال من النور عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.